لا مش مطعم والملح والملوحه والملح زهوان ولا ما راهو مطعم ويبدا مالح ماهوش عادي. ما يتشربش ما يتشربش. خلنا فنانتنا بالنسبه للماء ما يتشربش لا في الجنوب ولا حتى في وسط المدينه معناها انا قريت 6 سنين في صفاقس. 6 سنين حكايه نعبيو في الماء بالقطره. تعرف معناها بالقطره؟ يوصل بالقطره ويوصل اصفر. نوصلوا ساعات نمشيو باش ندوشوا ولا باش نشوفوا هكا الديار الصفاقسيه اصحابنا عندهم هذيك الستيرنا الكبيره نقولوا نحن. دونك بالنسبه لي انا الماء حاجه ضروريه على الاخر. وكان باش تصير معناها زياده وهما ماهمش قادرين انهم يشربوا ماء نظيف والزواني ما نجمش يشري معناها دونك معناها باش تلقاه خاسر في الشيرتين. يدفع في فلوس وهو مش قادر وماهوش قاعد يلبي في حاجياته معناها نحن نحكيو على ماء وضوء هذوما حاجيات لازم يكونوا موجودين. دونك انا بصراحه 6 سنين عشت في صفاقس بالقطره بالمعنى. انا جينا باش نقترح عليك في مشكله الماء. نقترح عليك العوده لذاك المشهد.